تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. صبحكم الله بالخير مستمعينا الأعزاء، وحياكم الله في برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي عبر أثير قناتنا المميزة، عبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج إن شاء الله بنتطرق لمواضيع طبية وصحية تهمكم وتفيدكم. بداية البرنامج أحب أرحب بطاقم العمل ويانا اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق ميرا القفلي، صبحت الله بالخير ميرا، في الإخراج عيسى سبير، صباح الخير عيسى، والتقديم محدثتكم دكتورة عاش البسطي. أذكركم بأرقام التواصل ويانا اليوم 600-551414 ورسائل النصية على 4006. حياكم الله، عندكم أي استفسارات، عندكم اقتراحات، مداخلاتكم تسعدنا وتثري البرنامج. مثل ما عودناكم أول فقرة تكون التغذية. موضوعنا اليوم حلو ومفيد وعليه تساؤلات كثيرة من ناس وايدة، شوية غريب بس بعد له أهميته. يمكن الناس تعتبر هالشيء له مضار أكثر من أنه فوائد، بس بعد له فوائد. اليوم موضوعنا في التغذية اللي هو فوائد الزبدة، ويانا اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي عفرة بن كتة. يا هلا فيكم، صبحت الله بالخير عفرة. الله يسلمك، شو اخبارك عفرة؟ الحمد لله طيبة بخير سالفة. عفرة اليوم موضوعنا مهم وشيق وحلو اللي هو فوائد الزبدة مع الدراسات الجديدة العلمية اللي اثبتتها بفوائد الزبدة. ممكن تعرفينا اكثر عن هالموضوع؟ طيب، في مثل انت عارفين ان الزبدة من الأغذية المضافة للأطباق وليست أساسية. ايوه، وذلك لإعطاء الأطباق النكهة والطعم المرغوب فيه، يعني هي احنا نضيفها بس هو شيء أساسي. علما بأن قديما تم ربط الزبدة بالبدانة وأمراض القلب مثل ما كنا نعرف كعادة أو ممارسة غذائية سيئة، ولكن أثبتت الدراسات الحديثة حين الحالية أن القيمة الغذائية الصحية لهذه الإضافة، لكن بشرط التقيد بالكمية وعدم الإسراف في تناولها، يعني فيها صحة لكن بشرط أن ما نزيد في تناول والإسراف في هذا المنتج. قيمة الغذائية احتواء على فيتامين ألف وها وكاف اثنين. ألف وها، فيتامين ألف وها هي من الفيتامينات الدائبة في الدهون، لكن هذه الفيتامين ألف وها موجودين في كثير من المواد الغذائية الحيوانية والنباتية. صح. لكن فيتامين كاف تو هذا من الفيتامينات النادرة. ليش؟ لأن لها فوائد صحية كبيرة. من هذه الفوائد الصحية اللي إحنا محتاجين من فيتامين كاف تو إنها تعزز إذا هذه الدهون المشبعة ترفع الكوليسترول الجيد في الجسم، وهذا اللي إحنا محتاجينه. كما يدخل فيتامين كاف 2 في عمليات استقلاب أو أيض الكالسيوم، إحنا محتاجين كالسيوم عشان بناء كتلة عضلية قوية. صح. فهو يدخل فيها عمليات تصنيع الكالسيوم. كذلك تثبت الدراسات حماية القلب والأمراض، حماية القلب والأوعية الدموية باستخدام فيتامين كاف 2، حيث يقل الإصابة بنسبة أمراض القلب بنسبة 69%. هذا فيتامين كاف 2 اللي احنا محتاجينه. كما وجدوا أن استخدام فيتامين كاف 2 كذلك يعمل على قلته، كلما قل في متناولنا اليوم من الأغذية ارتباط بظهور بعض الأمراض مثل السرطانات. ايوه، عشان شيء لازم هو يكون موجود في غذائنا. وأظهرت الدراسات أن هناك فيه نوع من الأحماض الأمينية موجود اسمه كونجكتيف لينوليك أسيد، هذا يؤثر على كتلة الجسم الدهنية. ها، موجود بكمية وافرة في الزبدة، ويقلل هذا النوع من المادة، هاي المادة تقلل من قصد تزيد
من عملية حرق الجسم. أيوة. عشان شي تباع هذه المادة في المكملات الخاصة بتخسيس الأوزان، كما لها تأثير في خواص مضادة للسرطانات، كذا تستخدم في أدوية اللي هي خاصة بمضادات السرطانات. في مادة ثانية يسمونها الجلوتاريت، هاي بعد أيوة. كذلك موجودة بشكل وافر، موجودة في الزبدة، وهذه تعمل على إذا إحنا خذيناها كما أثبت الدراسات اللي مثلا سووها على الفئران. أيوة. اللي لما عطوها للفئران بشكل سبلمنت أو مكملات غذائية أدى إلى تقليل وزنها، زيادة حرق الجسم، قلل كمية اللي هي الدهون الثلاثية عندها في الدم. أيوة. كانت مضادة للالتهابات الموجودة، عملت بروتكتف حماية للجهاز الهضمي، كما أنها تحسن عملية الشبع. هاي كلها موجودة بسبب فيتامين كي الموجود في الزبدة بشكل وافر. كي تو اللي ما موجود غير في الزبدة يعني. أيوة أيوة موجود بشكل وافر في الزبدة. عشان شي إحنا نقول نحاول قدر الإمكان إن نضيف الزبدة في أكلنا، بس تكون بكميات محددة. إذا مثلا أنا أخذ بمقدار ملعقة صغيرة من ملعقة شاي صغيرة. أيوة. أنا بأخذ كمية بسيطة من الكالوريز ما تعدي على 35 سعر حراري. أوكي. الكوليسترول 106 مع احتياج الكوليسترول بكميات الكوليسترول 10.6. أيوة. مع أن الإنسان يحتاج خلال اليوم 200 ميلي جرام من الكوليسترول، يعطيني بس 10.6، ما بتأثر على كمية السعرات الحرارية والكوليسترول اللي بياخذها الجسم ولكن في المقابل راح تعطيني قيمة غذائية مضافة بسبب وجود فيتامين كي وفوائد، وبس على حجم ملعقة الشاي، يعني ملعقة السكر للشاي ملعقة شاي صغيرة بسيطة. تكون كطبخ أو تكون يعني كبس دهن على الخبز أو شيء تكون باردة؟ في الحالتين ما راح تتأثر، في الحالتين ما راح تتأثر كمية الفيتامينات الموجودة بها، إلا إذا حدث عملية حرق للمادة الغذائية. أي مادة أيوة. غذائية تعرضين لعملية الحرق بحيث أنها تسوى وتولي مواد كربونية أيوة. راح تفقد الفيتامينز الموجودة فيه. عفرة، الحين طلعت أنواع الزبد، زبدات يعني وايد بكثرة، منها الزبد دي. الزبد النباتي مثل زبد أيوة. فول الفول السوداني، زبد الفستق، هالأشياء ممكن تحثينا أكثر أو أن لها نفس الفوائد؟ الدراسات اللي أجروها على فوائد الزبدة كان قصدهم الزبدة الحيوانية أيوة. اللي الأبقار ترعي من الأعشاب الطبيعية. أيوة. يعني لو كانت ترعي مثلا من أعشاب مصنعة أو تتعالج بطريقة معينة فهي هم يتكلمون عن الأبقار اللي تتغذى من الأعشاب الطبيعية من المراعي. أيوة. حصلوا هذه المواد اللي تساعد في تعزيز الصحة أكثر فيها. أما بالنسبة للدهون الثانية مثل عندنا المارجرين، هاي دهون مهدرجة. أيوة. خصوصا الدهون النباتية، ومن الدراسات اللي قارنوها ما بين السمنة والمارجرين مع هذه اللي هي الزبدة، شافوا أن نسبة الإصابة بالناس اللي عندهم مشاكل القلب في الزبدة في السمن وال اللي يسمونها الزبدة المتحولة اللي هي مثل المارجريتا. أيوة. المارجرين هي طبعا تكون بعد فيها الفاتي أسيد اللي موجودة في المنتجات مثل البسكوت، وهي الزبدات اللي موجودة في البسكوت وكذا، هي عبارة عن زبدة متحولة، مش هي الزبدة الأصلية الخام اللي إحنا نتكلم عنها في الدراسة. أيوة. لأن معظم الناس فكرتها أن المارجرين صحية أكثر من يعني من الزبدة نفسها الحيوانية. لا، لأن المارجرين فيها اللي هي يسمونها الدهون المتحولة، وهي تأذي الشرايين والقلب. أيوة. وبخصوص الزبد الثاني يعني مثل زبد الفول السوداني، زبد الفستق، الحين وايد تلاحظين ابتدى ينتشر، الناس تعتمد عليه. لازم تكون طبيعية، لأن زبدة الفول السوداني طبيعية. أيوة. بتكون عبارة عن فول سوداني مطحون. أيوة. فتصير الزبدة، لكن إحنا نشوف هل هاي مصدرها طبيعي 100% هي عبارة عن فول سوداني مطحون ولا في مواد داخلة فيها. أي لأن الإضافات تكون تنزاد مرات، صح؟ هذه أيوة. هذه الإضافات إحنا ممكن نقيمها، هل هي إضافات صحية أم لا، هل هي مدعمة بالفيتامين أو لا، لأن في منتجات يصنعونها وبعدين يدعمونها، فهل هي مدعمة أم لا، هل هي طبيعية أم لا، فتقيم فيما بعد عمليات التصنيع. أما الزبدة تكون طبيعية من البقر نفسه، وتكون بس أهم شيء البقرة المراعية تكون خضراء. صح.
أخصائية التغذية في هيئة الصحة في دبي عفرة بن كتة، شكرا لك. العفو. مستمعينا الأعزاء، فاصل إن شاء الله وراجعي لكم. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم صحة وسعادة. أذكركم مرة ثانية برقم التواصل ويانا 600551414 على الرسائل النصية 4006. حياكم الله، مداخلاتكم تفيدنا وتهمنا وبعد تسعدنا، وفي نفس الوقت نسمع اقتراحاتكم بخصوص البرنامج. فقرتنا الثانية الحين عندنا بخصوص موضوع مهم اتطرقنا عليه قبل، بس بكثر أهميته وسؤال الناس عنه حبينا نرجع مرة ثانية نتطرق له. خلال الثلاث سنوات اللي مرت على تحقيق الاستثمار الأمثل في الأفكار المبتكرة والوسائل والحلول الذكية التشخيصية والعلاجية وغيرها من التقنيات التي شكلت في تكوينها تحول مهم لانفراد دبي بنموذج صحي عالمي من الطراز الأول، لقد أنهت هيئة الصحة بدبي استعداداتها لدخول سباق الدورة السادسة لبرنامج مسرعات دبي للمستقبل بفكر جديد وطموحات لا حدود لها، وهي تتطلع إلى كل ما يخدم الناس ويحفظ لهم سلامتهم صحتهم وحياتهم. حول هالموضوع وسياسة الهيئة وحرصها على الانفتاح على العالم وسبل تعزيز الشراكات بينها وبين المؤسسات الصحية العالمية، يسعدنا أن يكون معنا اليوم الدكتور محمد الرضا، مدير مكتب إدارة المشاريع في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتور. بالنور والسرور. هلا، حالك دكتور؟ الله يحفظك. الله يخليك. الموضوع تطرقنا له بس لأهميته الكبيرة والاستفسارات الكثيرة عنه، حابين نتطرق له أكثر ما يمكن. تمام. ما تقصر دكتور. بخصوص برنامج مسرعات دبي للمستقبل، شو يعني برنامج دبي المسرعات المستقبل وكيف يمكن الاستفادة من هالبرنامج؟ البرنامج بدأ تحديداً في عام 2016، ومثل ما ذكرتي كمل ثلاث سنوات الآن. أول ما بدأ البرنامج كان في نوع من التشوق لهذا البرنامج، إنه شو بيكون وشو بيخدمنا وشو اللي ممكن نستفيد منه نحن كإمارة دبي ودولة الإمارات. أول ما بدينا كان هدف البرنامج إنه تتواجد أنواع معينة من التكنولوجيا والتقنيات. أيوة. في إمارة دبي ونجلس ندرس معاها كيف هاي الحلول ممكن نسرع تطبيقها عندنا في هيئة الصحة بدبي. بس من أول دورة اللي الدورة الأولى في عام 2016 شفنا أن يجب أن التكنولوجيا هاي تعم، أو خير هذا البرنامج يجب أن يعم مش فقط على هيئة الصحة بدبي ولكن على الدولة وأيضا على العالم كله. فدائما نقول من دبي إلى العالم، هذا الفكر، فكر المشرعات وفكر تطبيق أفضل التكنولوجيا يجب أن يعم خيره على جميع العالم. ففي شركات احتضنت مسرعات هيئة الصحة في الثلاث سنوات اللي طافت، تمينا نعمل معاهم على تطوير بعض التكنولوجيات. صارت لنا بصمة واضحة على هاي التقنيات، بحيث أن اليوم لما تستخدم في أماكن في العالم كله يقال ويشار بالبنان أن هاي التكنولوجيا تم تطويرها في دولة الإمارات، والحمد لله كثير من التكنولوجيات هذه تم تطبيقها أيضا عندنا في إمارة دبي، مثل الذكاء الاصطناعي، طباعة ثلاثية الأبعاد واستخداماتها، البلوك تشين وإلى آخره. البرنامج ما يعني ما يخفى عليه، أول ما بدينا في 2016 يمكن كان في نوع من التخوف أيضا إن كم بنصرف وكم بنحقق وكم بتكون عندنا شو المؤشرات، مؤشرات الأداء. لكن الحمد لله اليوم أنا أقول بثقة كبيرة أن هذا البرنامج ساهم في تطوير الفكر الصحي عندنا في الدولة بشكل كبير جدا. الحمد لله. أقلها اللي هي المعرفة عن التقنيات هذه الموجودة، أقلها معرفتنا أو إمكانيتنا نحن كبشر أن ممكن نطور تقنيات تطور حياتنا، ولا سقف ولا حدود هذا الشيء. سبحان الله، هالشيء وايد جميل أنه يخلي طموح الشخص بدون حدود. لو نرد دكتور للوراء مع تنفيذ برنامج المسرعات، ممكن تلخص لنا ما تم بالتحديد في الدورات الثلاث الأولى؟ الدورات الثلاث الأولى يعني من أهمها كانت طباعة ثلاثية الأبعاد، يعني عملنا
حالتين يمكن قراب إلى قلبي. أنا حالة الأخت بلندا البريطانية اللي كانت واقعة من على خيل وتم بشر رجلها، فقلنا بنعملها ساق اصطناعية مطبوع عن طريق طباعة ثلاثية الأبعاد، والحمد لله توفقنا في هذه الحالة. الحمد لله. ويعني بلندا من الأشخاص اللي حبت تتغامر معنا أيضا أنها تستخدم هاي الساق. مرت الأيام وأيضا جاتنا حالة ثانية، حالة الشاب فهد علي اللي هو لاعب للكرسي المتحرك، بطل كرسي متحرك من شباب الدولة. أيوة. فقال وسبحان الله هو عنده بعد حالة مماثلة لبلندا ولكن ساقين مبتورتين. فقلنا لا، هاي المرة أيضا بنحاول أن نعمل الطباعة ثلاثية الأبعاد بحيث أنه تساعد في أموره، وأقنعناه. فطبعنا لنوعين، عملنا لنوعين من الـ من الـ من الأطراف، الريل الأطراف نعم. فحطينا لها إياهم سنينهم تتامل، حطينا لها الريل العادية وحطينا الريل المطبوعة عن طريق طباعة ثلاثية الأبعاد، جربهم سنينهم. تخيل يا ميهاك اليوم إلى الآن كمل فهد ما يقارب سنة وهو ما يستخدم إلا الريل اللي هي مطبوعة عن طريق طباعة ثلاثية الأبعاد. ما شاء الله. ليش؟ لأن سهولة ركوبها على الساق المبتورة، سهولة استخدامها لفهد، مشيت فهد كيف تعدلت، آلام الظهر اللي اختفت، هذه كلها أثرت في فهد مع أنه كان رافض في البداية. ولكن في يعني حتى حد من الشباب بيخبرت أنه شاف فهد في الحلاق وهو ما زال لابس الريل المطبوع عن طريق الطباعة ثلاثة الأبعاد وهو يفتخر بها. ليش؟ لابس شورت، قبل كان يستحي انه يلبس شورت او يروح للجيم ويتمرن اساس يكون الشكل مقبول اكثر. بعد الشكل ايضا تدخل فهد فيه كان بشكل كبير، هو اختار اللون، هو اختار الديزاين اللي تشوفونه بالكامل، فكانت له حريه كبيره انه يصمم الشيء اللي بيلبسه. عارفين اليوم فهد شاب عمره 25 سنه، فيحب أنه يكون له الكاركتر ماله أو شخصيته روحه في الأشياء اللي بيلبسها، طبيعة الحال بالثياب والأمور الأخرى. فهذا التشخيص أو النوع اللي ممكن أن الشاب أو المريض يكون عنده أيضا نوع من التدخل في الشيء اللي بيلبسه، لأنه هو اللي بيلبسه في النهاية، مش الطبيب أو المعالج. أكيد. والأهم شيء تقبله لهالشيء بعد، تقبله لأنه هو عمله. صح، وها أكبر دليل على نجاح هذا الشيء. فهذه يمكن من الحالات اللي قريبة على قلبي أنا كثير يعني، وأتكلم عنها في جميع المؤتمرات المحلية والعالمية، لأن بالفعل شفنا الابتسامة على وجوه المرضى عن طريق هاي الأطراف الاصطناعية، وشفنا كيف أنهم حابين يفتخرون بهذا الطرف الصناعي. قبل يعني لو نتذكر حالتهم قبل كانوا مستحين من الطرف الصناعي، حاسين عمرهم أنهم لا يمكن أقل عن غيرهم. اليوم هم مش أقل، هم اليوم مميزين. صح، وهاك أكبر دليل أن أنك ترضي الشخص أو أن توصل لطموحه، يعني شيء إنجاز كبير صراحة، خاصة المريض أو لأن للشخص يحتاج لهالشيء ويحتاجه بشكل كبير. طبعاً جاوبت معانا كثير من الشركات اللي الموجودة في الطباعة ثلاثية الأبعاد وشركات الذكاء الاصطناعي وشركات البلوكتشين وجميع التقنيات الصراحة اللي موجودة، يعني أشكرهم كلهم لأن تجاوبهم معانا ومع البرنامج كان سريع جداً. هي الصحة بتبي اليوم سباقة في الفكر، ولكن أيضاً محتاجة من يجاريها في هذا الفكر. القطاع الخاص أيضاً تعاون معانا بشكل كبير، الأخوان في المستشفيات الخاصة والعيادات الخاصة يعني فتحوا لنا أبوابهم ورحبوا بالأفكار الجديدة، مع أن بعض الأفكار يمكن تكون يعني من الخيال، لكن فهموها وقدروا يتعايشون معها وقدروا يتقبلونها، وكثير منهم قالوا نبغي هذه الأفكار تطبق عندنا اليوم، وأرجوكم نباهم تطبق عندنا قبل غيرنا. ممتاز، لأن صح حتى ثلاثية الأبعاد يعني كانت جزء من الخيال بس صارت لنا على أرض الواقع وأثرت على ناس وايدة. دكتور محمد، الجولة الرابعة بالنسبة لكم كانت مرحلة مهمة وفاصلة في عمليات التحول، هل أكدت هيئة الصحة في دبي في أكثر مناسبة؟ شو اللي جعل هالمرحلة في هالمستوى من الأهمية؟ لأن أخذنا الجائزة طال عمرك، أخذنا جائزة أفضل مسرعة في برنامج مسرعات المستقبل، وكرمنا سيدي سمو الشيخ حمدان محمد المكتوم رئيس المجلس التنفيذي ولي عهد إمارة دبي
وكان تكريم بصراحة خاص، وكان يعني شيء يثلج الصدر، وقوفه دمنا دائما وحضوره وتواجده في كل الدورات وملامسته للتقنيات هذه، ممتاز. مش فقط كفكر ولكن أيضا كإبداع. مرات يضيف سمو الشيخ حمدان للابتكارات، يضيف أيضا لفكرنا ولخيالنا، ودائما ما الله يحفظه يتحدى خيالنا. صح، ما شاء الله عليه. دكتور، مع نهاية الدورة الخامسة لبرنامج مسرعات دبي للمستقبل، أعلنت الهيئة عن جملة إنجازات مهمة تمكنت من تحقيقها، كما أعلنت عن استعانتها بجيل أكثر تطور من أجيال التقنيات والحلول الذكية. ممكن نتعرف على تفاصيل هالجيل الجديد؟ شفنا إدخال في الدورة الخامسة لجراحات الروبوت. أيوة. الحمد لله كان تجاوب الأطباء والجراحين في مستشفى راشد كبير لتبنيهم هذه التقنية، ولمبادرتهم أنهم يكونون سباقين في إمارة دبي لتبني هذه التقنية. جراحات الروبوت اليوم يمكن تكون محدودة في نطاق مثلا ما تقدر تعمله، لكن أنك أنت تدخل اليوم إلى العمود الفقري اللي هو يعني بجملته حساس، وبالمقام الأول مش كثيرين من الجراحين يقدرون يبدعون في هذا المجال. اليوم أنك أنت تدخل روبوت في هذا المجال، يعني أنا أعتبره شوية مغامرة، ولكن بإذن الله مغامرة ناجحة، لأن شفنا نتائجها في العالم، نتائج واعدة إن شاء الله. ونحب أن نحن أيضا نرفع المعيار على هذه التقنية ونكون سباقين، وبإذن الله في عام 2019 إن شاء الله بنشهد تطبيق الروبوت الجراحي للظهر والعمود الفقري إن شاء الله في مستشفى راشد. إن شاء الله، إن شاء الله كل التوفيق، إن شاء الله نتمنى لكم. مما أنجزت الهيئة دكتور خلال السنوات الثلاث الماضية تبدو هي يعني تتلاحظ قيمة ولها أهمية، برنامج اللي هو برنامج مسرعات المستقبل، الفرص التي وفرها للهيئة للوصول إلى المستقبل اليوم، شو تعليقكم على هالشيء؟ أعتقد المستقبل هو فكر وخيال، حد يشوفه وحد يصعب عليه أنه يشوفه. برنامج المسرعات وضح لنا هذا الفكر أو ياب الخيال إلى الواقع، وعطانا دفعة نفسية وثقة بأنفسنا أن نحن بالفعل ممكن مو بس نشوف الواقع ولكن أيضا نلمس هذا الواقع وهذا الخيال ونجيبه لأرض الواقع ونطبقه اليوم. فكرة الـ 10X وردت من سيدي سمو الشيخ حمدان محمد بن راشد المكتوم عن طريق الخيال. أنا أتوقع قال لي باكم تشوفونه عقب 10 سنوات تجيبون لي اليوم. فأيضا هذا الخيال ما له حدود، هذا الخيال إذا قدرنا نجيبه اليوم لهيئة الصحة ونطبقه في حول المعقول أيضا، وفي حول أيضا اللي هو ما بيؤذي المريض. طبعا نحن كأطباء نتأكد أن نحن ما نؤذي المريض. صح. عن طريق هذه التقنيات، وتعرفين روح الدو نو هارم وقسم الطبيب، ولكن أيضا روح المغامرة تعززت عندنا، روح الاستكشاف، روح تطبيق الأول، ونحن نكون سباقين في العالم. يمكن هاي روح المغامرة ما بتوجدينها في كثير من الهيئات الصحية في العالم. صح. ولكن موجودة عندنا بدعم سيد سمو الشيخ حمدان. هذه الثقة موجودة، يمكن إذا كانت 10% في 2016 اليوم 100%. صح، إن شاء الله تكون أكثر وأكثر إن شاء الله في الدورات الجاية. دكتور محمد، كلمة أخيرة توجهها المستمعين الكرام. التوعية اللي استوت للمستقبل في خلال القمة العالمية للحكومات الأسبوع الماضي توعية جبارة، والتوعية اللي استوت عن طريق برنامج دبي للمسرعات مسرعات المستقبل أيضا توعية جبارة. ولكن أنا أتمنى أني أشوف كثير من طلبة المدارس عندنا في المسرعات، أتمنى أني أشوف طلبة المدارس باكر يحضرون القمة العالمية للحكومات، لأن التوعية اللي تستوي متعوب عليها. صح. وهذه التوعية إذا قدرنا نوصلها اليوم باللي نشوفه، بعد 5 سنوات هم بيشوفون شيء نحن ما نشوفه، وبيتخيلون مستقبل نحن ما نشوفه اليوم، لكن هذا مستقبلهم وهذا بيكون واقعهم أيضا. صح. دكتور محمد الرضا، مدير مكتب إدارة المشاريع في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك دكتور. العفو دكتورة. شكرا. مستمعينا الأعزاء، بالنسبة لمسرعات المستقبل شيء ودليل وموجود على أرض الواقع بعد في نفس الوقت، أن ما في مجال لطموح أي شخص، حتى الخيال نقدر نحوله لواقع وناس وايد تستفيد منه.
من البداية صح بيكون في تحدي، بيكون في مثل ما نقول، ما نقولها كصعوبات بس كتحديات نحتاج نواجهها ونطبق مواضيع معينة تحلها التحديات. يعني منو كان متخيل أنه بتكون في أطراف صناعية الشخص يختار اللون، يعني يختار أشياء وايدة فيها بحيث يعني يبرزها قدام الجميع كأنها جزء طبيعي من جسمه، مو كأنها مصنعة ومضافة لجسمه. يعني الحمد لله هالأشياء تثبت لنا يوم بعد يوم أن الخيال بالعكس نقدر نحطه على أرض الواقع، ما في أي حدود لأي طموح، حتى الأشياء الطبية الأشياء الصحية. يعني الواحد بس يحط الهدف في باله ويمشي فيه، ومسرعات المستقبل قدامنا وأثبتت هالشيء بطريقة واقعية وقدام الجميع. مستمعينا الأعزاء، فاصل إن شاء الله وراجعي لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ببرنامجكم صحة وسعادة. ذكركم برقم التواصل ويانا 600-551-414، الرسائل النصية على 4006. فقرتنا الثالثة اليوم إن شاء الله نتكلم عن موضوع مهم وكبير بعد. تحرص هيئة الصحة بدبي على التواجد بقوة في قلب الألعاب الحكومية، هذه المنافسات التي تعكس حرص الهيئة على المشاركة في كل ما يرسخ مفاهيم وأنماط الحياة السليمة في أوساط المجتمع. حول مشاركة الهيئة في هذه المنافسة وأهداف المشاركة والنتائج المتوقعة منها، يسعدنا أن يكون ويانا اليوم الأستاذ حمزة عباس، مدير المشروعات الرياضية والبرامج الاجتماعية في هيئة الصحة بدبي. حياك الله أستاذ حمزة. أهلا وسهلا، كيف الحال؟ الحمد لله، شو أخبارك أستاذ حمزة؟ طيب. ممكن تحدثنا، تطرقنا بخصوص تواجد مميز في منافسة الألعاب الحكومية لهيئة الصحة في دبي، ممكن تكلمنا أكثر عن هالموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية قبل ما أطرق مشاركة هيئة الصحة في هذه المبادرة، نعطي نبدأ عن الألعاب الحكومية. في البداية مبادرة الألعاب الحكومية كانت من سمو الشيخ حمدان بن محمد. الهدف من هذه المبادرة ترسيخ مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين موظفي الحكومة. أيوة. وبالتالي كان بالإضافة إلى ومن خلال هذا الشيء سوى دعوة جميع الجهات الحكومية بإمارة دبي وجميع الحكومات المحلية بالإضافة إلى فرق الخارجية زيادة على هذه الحكومات. وبالتالي كان الهدف منه ترسيخ مبدأ روح الفريق الجماعي. ممتاز. وتطلقت فكرة الألعاب الجماعية يعني بصفة عامة تشجيع الفرق الحكومية على التنافس فيما بينهم، وتطلب كعمل جماعي التنافس مجموعة من المعوقات اللي تصادف الفرق. في هناك جزئين من النواحي الفنية الموجودة في الألعاب الحكومية، في الجزء الأول الذهني والجزء الثاني البدني. وبالتالي الفريق اللي مكون من 7 أشخاص اللي بيتكونون في فريق سيدات وفريق رجال. أيوة. يكون مختلط بينهم الشباب اللي موجودين، حد يكون عنده قوة بدنية، تدريبات يكون في الجري في حمل أثقال، وبالتالي وفي مجموعة يكون عندهم أفكار ذهنية في حل المشكلات والألغاز اللي بتواجههم. وهناك في تسلق جدار والركض وحمل أثقال والتوازن والألعاب الذهنية، إن جماعة كلهم يفكرون في موضوع كيف يتخلصون من هذه العوائق اللي بتصادفهم. وكل فريق من الألعاب الحكومية اللي صادفهم جميع الدوائر 9 عوائق، إن يعدون 9 عوائق في حل مشكلات، في حل في توازن، في حمل الأثقال. وكل لعبة في مدة 10 دقائق فقط. وبالتالي يحلون المشكلة أو يعدون الجري أو تسلق الجدار في مدة 10 دقائق فقط لكل فريق. وقت كل صغير يعني وقت صغير، يعني كمية اللي حتى الوقت صغير يعني جهد كبير في الموضوع. وبالتالي كل فريق يكون لازم مستعد استعداد جيد لخوض هذه المبادرة. يعني المبادرة مو بسهلة يعني بصراحة، يعني والسنة ممكن يصعبونها أكثر، وما عندك غير الوقت غير 10 دقائق تستعدين كل عائق، عائق بدني وعائق ذهني. وبالتالي يكون سباق قوي، مبادرة قوية. هذا يعني يقولك يعني كيف إنسان
يقبل التحدي عشان يجتاز هذه التحديات الموجودة. صح. هذا بخصوص المبادرة والألعاب الحكومية. أما بخصوص نحن كهيئة الصحة كمبادرة السنة إن شاء الله مشاركين في نسخة ثانية إن شاء الله. نحن الفرقة كونا فريقين، فريق رجال وفريق سيدات من 7 لاعبين، وفي السنة في وجوه جديدة في الفريق السيدات، حوالي 3 بنات سيدات في الفريق طلعوا لظروف اللاعبات الثانيات اللي شاركوا السنة الماضية، أخت الشدرة وأخت آمنة المرر، وبالتالي نحن دخلنا ناس بنات جدد. نحن كهيئة الصحة الحمد لله بدينا تدريبات من خلال مراكز معالي حميد القطاعي ما قصر، وخصوص مشاركة البنات في هذه المراكز تدريبات في الأسبوع 3 أيام، بالإضافة نحن الحمد لله مشاركين في الأسبوع الماضي في سبارتن مليحة، هذا النوع من الاستعداد لبطولة مبادرة اللي يكون في شهر 4. إن شاء الله الأسبوع الجاي عندنا مشاركة في سبارتن ريت في المرموم إن شاء الله، بعد بنفس الفريقين إن شاء الله. كل هذه المشاركاتنا استعدادا لمبادرة الحكومية، بالإضافة إلى تدريباتهم خلال الأسبوع 3 أيام في المراكز اللي إحنا قمنا باتفاق معهم، وبالتالي إن شاء الله هدفنا إن شاء الله نكون شكل السنة الماضية فريق السيدات صعدوا للأدوار النهائية. السنة نتمنى أن فريق الشباب عد والبنات يصعدون للمباراة النهائية إن شاء الله. إن شاء الله. والجميل بعد طريقة فكرة الألعاب الحكومية، يعني الناس ما قد تعتمد على روح الفريق أكثر من الاعتماد. أيوة، يعني الاعتماد هذا شيء جميل جدا، ويخلي أن الواحد يفكر أن ما بس أنا، يعني الجميع كل ما تعاون. لا الفريق في قائد هم من يكون يحفزهم على روح الفريق وعلى عمل كأسرة واحدة، كل واحد يتحمل الثاني في المسابقة. يعني المسابقة مو سهلة، يعني ساعات أنت ما تقدرين على هاي اللعبة تقولي حق صديق يعني أنت روح كمل اللعبة مكاني، لأن في 5 يلعبون 2 احتياط. يعني ساعات أنا ما أقدر أروح هاي اللعبة، أخلي صديقي اللي يصير اللي يكون قدراته أكثر فيها، أكثر في تبادل بين بعض، وبالتالي شيء جميل. وإن شاء الله نحن نكون موفقين في هاي المبادرة إن شاء الله. إن شاء الله. والجميل بعد استمرارية التدريبات وخوض التحديات، يعني سبارتن مثل ما قلت لنا أستاذ حمزة، سبارتن أسبوع الطاف اللي كان في مليحي شاركتوا فيه، سبارتن إن شاء الله اللي بيكون في المرموم بعد تشاركون فيه. يعني مو بس حق لا، يعني في تطور أن الواحد يطور ويجدد هالتحديات. على الأقل هذا يكون استعداد لهم كنوع من التدريبات الموجودة في التحدي. يعني هو صح يتمرنون في الجيم في المراكز، في المراكز ما في نوع من التحدي اللي بيكون في سبارتن أكيد الموجودة، لأن هناك أنت على أرض الواقع التحدي قدامك. يعني خاصة في المرموم إن شاء الله بيكون أصعب من مليحة أكيد. يعني طبيعة المكان اللي يخوضون فيها التجارب أو أن الألعاب الرياضية، وثاني شيء التحدي يكون مو بس يعني من جميع الفئات، ومفتوح سبارتن للدول الثانية بعد المشاركة. الدول الثانية تحديات كبيرة فيه، يعني نوع من التحدي شد ما تقولين تجربة لمبادرة حكومية، وحتى تبادل خبرات. يعني هالشيء جميل من الهيئة مع الجنسيات الثانية. بالضبط، في تحدي إن شاء الله ممكن نحن نسوي نوع من البروفة مع هيئة الطرق، نوع من التحدي قبل السباق. جميل إن شاء الله. جميل، يعني كذي حتى التطوير يكون أسرع وأحسن بخصوص قبل بداية حتى الألعاب الحكومية. بالضبط، قبل فترة إن شاء الله نسوي مع هيئة الطرق في اتفاقية بيننا، ممتاز، نسوي نوع من التحدي بيننا وبينهم. ممتاز، نشوف قواتنا قوة كل فريقين. يعني بالعكس شيء جميل يكون نوع من الشراكة بيننا وبين الدوائر الثانية في حكومة دبي. يعني ممتاز يعني لا جدا، كل واحد يستفيد من خبرات الثانية، كل واحد يستفيد من نجاحات الدوائر الثانية، وفي النهاية نحن كل من مصلحة حكومة دبي. يعني صح، هذه حتى تطور الشخص يعني مو بس أن للرياضة مو بلا الرياضة بس، يعني حتى لشخصية الشخص أو أن تحدياته، يعني ويتعرف على الهيئات الثانية اللي نعتبرها جزء من في التواصل بيننا وبين الدوائر الثانية، التعارف مع بعض كموظفين في هيئات حكومة دبي على بعض. وحتى نحن في الهيئة ما شاء الله وايدين يبون يشاركون في الألعاب الحكومية، بس مع الأسف
نحن نختار 7 في النهاية. لأن ما شاء الله بالنسبة للسنة اللي طافت يعني كانت إيه. كنا متابعين أول بأول، وكان كان لها صدى كبير يعني صراحة. كان لها صدى كبير والناس أيوة. لاحظت الاهتمام، يعني الاهتمام حتى بالتدريب. بالضبط بالضبط، اهتمام من الحكومة هذا أهم شيء بعد. صح، الاهتمام بداية من الحكومة، هم المهتمين. وما شاء الله شيخ حمدان هو اللي مشارك في البطولة، يكون هذا حافز. صح، هالشيء وايد حفز للناس يعني يشاركون. صح. يشوفون القائد، القائد هو المشارك، هو في الأمام، يعني الكل يتحفز يعني يشارك في مثل هاي المبادرات. يعني أستاذ حمزة، ممكن تكلمنا أكثر بخصوص التدريبات؟ يعني التدريبات تكون يعني بخصوص تدريبات للألعاب الحكومية. التدريبات للألعاب الحكومية احنا اتفقنا مع عدة مراكز، 3 مراكز. أيوة. في فروقات في المركز، ومركز في بعض المراكز ما في ألعاب لأن محتاجينه في مبادرة حكومية في المركز الثاني موجود، وبالتالي تم التنوع في المراكز. يعني السيدات اللي موجودة عندنا بنات ما شاء الله في 3 أيام في الأسبوع. أيوة. عندهم في المراكز، وبالإضافة لهم يتمرنون بروحهم يعني خارجيا أكثر من المراكز بعد. هذا دليل على حرصهم ليكونون نتائجهم زينة إن شاء الله في مبادرات حكومية إن شاء الله. حتى الشباب بعد حتى يطلعون بعد الدوام، بعد الدوام بالليل يروحون يتمرنون رواحهم يعني من نفسهم. هذا ممتاز. كل دليل على هم حرصهم على المشاركة في التحدي ويظهرون بصورة جيدة إن شاء الله باسم الهيئة. يعني تطوير، صح تطوير في التدريبات. أنتم تركزون كل شخص أو كل متدرب على الشيء اللي هو قوي فيه أو الشيء اللي هو مبدع فيه، ولا التدريبات تكون مجملة للجميع بنفس الطريقة؟ لا، التدريبات الموجودة من خبرات السنة الماضية في مبادرة التحدي هذا. أيوة. الحكومية هم كسبوا الفكرة وعرفوا المدرب اللي هم محتاجين له. نحن رحنا للمدربين اللي كانوا معهم السنة الماضية وشو الألعاب اللي هم محتاجين التركيز عليه أكثر، شو نوع الألعاب الموجودة بالضبط، شو بيحتاجون في السباق، في القوة، في المسابقات الذهنية، حل الألغاز. ترى في بعض في مسابقة في حل الألغاز، صح، حل اللغز أنت تاخذين وقت أكثر تركيز هذا، وبالتالي المدربين عارفينهم شو يبون. حتى المراكز الحين يعرفون مبادرة حكومية شو نوع من الأجهزة يستعملونه، شو من الادوات اللي محتاجين الموظفين، وبالتالي هم نحن مركزين على اشياء النباهة بالضبط اللي ممكن يصادفهم في مبادره حكوميه. وزيدت بعد يعني على الكلام اللي سمعته ان زيدت الثقافه الرياضيه حتى بين الموظفين، بين الموظفين وبين هذا اللي خلوا الحين بالعكس الحين صاروا كل ما صار نشاط رياضي وحولوا نشاط رياضي كأسلوب حياة لهم. صح، أكثر يعني من أن يعني أكثر يعني حتى بخارج المبادرة هم يروحون يتمرنون طول السنة، يتمرنون من نفسهم يعني، وبالتالي ما يتريون يعني بس يوم شهر المبادرة نتمرن، لا طول السنة هم مواظبين يعني. وفي إقبال شديد على المبادرة وعلى سبارتن ريش وكل المسابقات. احنا في الهيئة ان شاء الله مشاركين جميع المبادرات، مشاركين الحمد لله. لاحظنا التغطيات للسبارتن الفترات اللي طافت، يعني ما شاء الله مشاركة الهيئة فعالة، ويعني تشوف روح الفريق اللي مشارك شقة متحمس ان يشارك في هالشيء، هذا دافع كبير ويشجع البقية بعد. والجميل بعد ان بعد نفس الشيء انا نفس ما قلت الغاز دخلوها، يعني ما حكموا ان الرياضة شيء جسدي فقط، يعني شيء حتى حسي حركي ويحتاج بالضبط. تفكير. وحتى يعني موظفين هي الحمد لله الحين عندهم اقبال اكثر للمشاركه في جميع المبادرات، جميع المسابقات. يعني حتى امس نحن مسيره دبي العطاء من اجل التعليم. أيوة. شاركنا كهيئه الصحه الحمد لله مجموعه من موظفين شاركوا في نفس المسيره بعد، يعني كل مسيره مجتمعيه الحمد لله كهيئه مشاركين في جميع المسابقات. يعني لا ما شاء الله هذا يعكس دور كبير، دور حتى الهيئة في تشجيع الموظفين على خوض هالتجارب، وخاصة الألعاب الحكومية. نفس ما قلت مشاركتكم في كذا شيء مثل سبارتن، الحين نفس الشيء بالنسبة للطرق المواصلات بداية قبل بداية مشاركة في الألعاب الحكومية. هالشيء جدا جميل، جدا يشجع الجميع حتى يشارك. يعني إن شاء الله على السنة الجاية الأعداد يمكن تزيد أو المنافسة تكون أكثر بين الموظفين. أكيد 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 أكيد, أكيد. استاذ حتى هم في مبادره الالعاب الحكوميه السنه زياده عدد الفرق اللي بيجون من برا بعد، ممتاز، يعني بيكون اكثر فرق قويه بعد، يعني من دول قويه يعني، وبالتالي بيكون منافسه قويه يعني.
ممتاز، هالشيء يخلي الواحد يتحدى يوم بعد يوم. استاذ حمزه، بالنسبه لي المشاركه في هالشيء، يعني فرضا انا موظفه، انا حابه اشارك السنه الجايه او حتى اشارك مع الهيئه في سبارتن او السنه الجايه، فكيف اقدم بالنسبه او اقدم طلبي اني انا المشاركه في بالنسبه بخصوص مبادرات التحدي وسبارتن هاي؟ أي. ممكن الواحد او كل واحد ممكن يشارك، بس بصراحه يعني أي. لان هذا العاب، اذا انت او اي شخص يعني اذا ما يتمرن، يعني ما عنده تدريبات رياضيه في نفس طول اليوم او طول الشهر في الاسبوع تمارين تقويه، لان هذا التحدي في تسلق، صح، في ماي، في ماي، في جبال، ممكن يصاب في اي لحظه بكل صراحه. اذا انسان مو مستعد رياضيا لياقيا، مبادرات التحدي شوي صعبه عليه، وايد صعبه يعني، لانه بيكون في تحدي، في تسلق، في تسلق سلالم، تسلق حدائق، تسلق جبال، وبالتالي نوع من التحدي صعب. وانت اذا انت جسمك مو جاهز لممارسه نوع من هذا النشاط، ممكن تصابين في اي لحظه، واحد مصاب يعني. وبالتالي انا انصح اللي بيشارك ويانا في مبادره تحدي او سبارتن ريس وهذا، لازم يكون هو ممارس نشاط رياضي. انا ما اقدر اجيب موظف على الكرسي اقول له تعال شارك وياي في سبارتن ريس، صح، لان هذا في خطوره عليه. وبعدين احنا سلامته اهم من اي نشاط رياضي، اكيد اهم شيء سلامه الشخص يعني. وبالتالي اللي بيمارسه، نحن ننزل دعوه من قبلنا، ننزل دعوه في الهيئه اللي بيشارك في مبادرات التحدي يتفضل يسجل اسمه هذا، بس بشرط انه هو يكون ممارس هذا النشاط، يقدر يتحمل، لانه وايد صعوبه فيه صراحه. نحن الجماعه هذول اللي مشاركين كانوا كلهم يمارسون نشاط رياضي، كلهم من الاولاد او بنات، عند جسمهم مستعد لتقبل نوع هذه الرياضه يعني. وبالتالي انا احبب اللي بيشارك في سبارتن ريس يكون يمارس نشاط رياضي، عنده تحمل، عنده قوه، لان انت بترتفعين على الجبال، عندك الغوصين في الماء، عندك السلالم، كل الانواع، في صعوبه تقريباً. في صعوبه صعوبه تقريبا. استاذ حمزه، كلمه اخيره توجهها لمستمعينا؟ كلمه اخيره احب اقول موظفي هيئه الصحه، نحن نسوي أنشطة رياضية، وأتمنى كل يشارك في مثل هذه الأنشطة الرياضية ويمارس نشاط رياضي. وعندنا إن شاء الله خلال الشهر الجاي يوم الرياضي الوطني، إن شاء الله كل نحب يشارك ويانا في ألعاب اللي بنسويها في الهيئة، جميع الموظفين ندعوهم لمشاركة في مثل هذا اليوم، لأن هذا يوم وطني رياضي لجميع موظفي أو جميع مواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة. إن شاء الله بيكون تاريخ 7/3 إن شاء الله، بيكون يوم الخميس. هذا نحن مسويين برنامج خاص لهذا اليوم، وإن شاء الله أتمنى جميع الموظفين يشاركونا إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. أستاذ حمزة عباس، مدير المشروعات الرياضية والبرامج الاجتماعية في هيئة الصحة في دبي، شكرا لك. وشكرا لكم. شكرا. شكرين. شكرا. مثل ما تحدثنا مستمعينا الأعزاء بخصوص يعني الألعاب الحكومية، الجميل أنها ما طرقت بس لشيء جسدي، طرقت حتى لشيء فكري. هذا دليل أن الرياضة مو بس جسديا يعني، حتى فكريا نحتاج، طرقت روح الفريق الواحد، هالشيء نشكر الحكومة عليه أنها رسخته حتى في الألعاب الحكومية. يعني كل واحد يشل الثاني، كل واحد يساند الثاني، كل واحد فينا عنده نقاط قوة يعني تسند أكثر وأكثر إذا طبقناها على أرض الواقع. مستمعينا الأعزاء، خلصت حلقتنا لليوم. بختام الحلقة نشكركم على استماعكم، أشكر فريق العمل وياي في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق ميرا القفلي، شكرا ميرا، في الإخراج عيسى سبيل، مشكور عيسى، يعطيك العافية. محدثتكم الدكتورة عاش البسطي، إن شاء الله نلقاكم باكر على نفس التوقيت 10:00. دمتم صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.